الاستماع وإنصات للقرآن واجب بالصلاة ولا جميع الأوقات؟ الأخ يقول هل الاستماع والسمع واجب في الصلاة أو في جميع الأوقات؟ أولا لابد أن نفرق، لأن الأخ أورد لفظين، السماع والاستماع، وبينهما فرق. في فرق بين السماع والسمع. الاستماع هو من يتقصد الاستماع ويتقصد الإنصات. أما السماع فلا يلزم منه التقصد. الرجل إذا مر في الطريق وسمع قرآنا أو سمع غناء فهذا يسمى سماعا لا يسمى استماعا، بمعنى لو مررت ولم تقصد الإنصات لا يضرك ولا عليك إثم، لا كونك لم تنصت لهذا ولا كونك سمعت الأغاني عليك إثم، ولا يلزمك أن تضع شيئا على أذنيك لأنك هنا لم تستمع، إنما سمعت. فرق بين السماع وبين الاستماع، إنما سمعت. فرق بين السماع وبين الاستماع. أما الاستماع فهو الذي يقصد الإنصات، كرجل مثلا يطلب من شخص يقرأ قرآنا، أو أنت تشغل الجهاز فيه قرآن، فهنا تقصد إذن الاستماع، هنا تنصت لقول جل وعلا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن قاصد الاستماع. لو وجد رجلان في مجلس وأحدهما شغل الجهاز وفي قرآن ويقصد الاستماع وأنت ما تقصد، لم يجب عليك الإنصات، وهو يجب عليه الإنصات، لأن هناك فرقا بين السماع وبين الاستماع. أما في الصلاة فيتفق العلماء أن المقصود الاستماع لا السماع. أما في الصلاة فيتفق العلماء ولا يختلفون أن المقصود الاستماع لا السماع. ومن ثم قال الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، يقول الإمام أحمد أجمعوا على أن نزلت في الصلاة، أجمعوا على أن نزلت في الصلاة، أجمعوا على أن نزلت في الصلاة. ونزولها في الصلاة على قول أحمد في هذا الإجماع، أنه خولي في هذا الإجماع ولم يثبت هذا الإجماع، إلا أنه لا ينفي وجوب الإنصات في مواطن أخرى. فبالتالي إذا كان مقصودا تريد أن تستمع وأنت قصدت هذا يجب عليك أن تنصت، وإذا لا لم تقصد هذا كشخص مثلا شغل جهاز البيت يقول ما أقصد والله أستمع أنا مريد طرد الشياطين، نقول في هذه الحالة لا يجب عليك أن تنصت، لا يجب عليك، بل لا يجب أن تكون حاضرا في البيت. كشخص يقول شغل الجهاز يريد يطرد الشياطين، أنا أشعر أن وجود شياطين في البيت، شغل الجهاز طرد الشياطين، لا يجب عليك أن تنصت ولو كنت في البيت، بل لا يجب عليك أن تكون في البيت أصلا ولا تمتنع من تشغيله، لأنك في هذه الحالة لا تقصد الاستماع إنما تقصد أمرا آخر. أحسن الله عليكم شيخنا. بالنسبة إلى الفئة